أنا ماشية بقى يا بيبي، عاوز مني حاجة يا مرمرتي؟ ما تخليكي شوية يا بابا. مراد؟ إيه ده يا مراد؟ أنا هناك طالع عيني وأنت هنا بتلعب بدينك؟ دين إيه بس يا منى والكلام الفارغ ده؟ عيب، البنت تقول علينا إيه؟ بنت؟ تعالي هنا، رايحة فين؟ أنت هتتشطري عليا ولا إيه؟ لا يا حبيبتي تشطري على جوزك، هو أنا كنت جيت هنا بمزاجي ولا هو اللي كان قال لي تعالي؟ وكمان بجحة؟ شغل الأفلام العربي ده أنا ما أحبوش. قال يعني ما أنتش عارفة جوزك، خايفة عليا سنيورة؟ يبقى خدي في إيدك وأنت ماشية وأنت رايحة. كمان بيئة يا مراد؟ يا منى يا حبيبتي حبيبتك، أنت هتجنني؟ أنت مكبرة المواضيع ليه؟ ما بصراحة أنت اللي غلطانة، كان المفروض تتصلي، كنت وفرت على نفسك كل ده. طلقني. بقول لك طلقني. بس كده عينيا الاثنين؟ دلوقتي. يا ست أنت تؤمري. كلمني زي ما بكلمك. ما أنا لو كلمتك زي ما بتكلميني يبقى هنموت بعض. بقول لك طلقني. قولي لي الأول، أنت ناوية تاخدي كام المرة دي؟ 30%. أنا قلت كده برضه. الغاغة دي كلها وراها 5% زيادة. وماله؟ أنا ما عنديش مانع. وعايزاهم كاش. أوكي. بكرة الصبح هيكونوا على حسابك في البنك. أنت رمران ومقرف. يا سلام. أحبك وأنت فهماني. أنا عارف إن أنت زعلانة عشان البنت بيئة. بس تفتكري لو كانت ستايل كنت هتسكتي؟ بس على الأقل ما كنتش هقول لك اطلعي استحمى وتليف كويس. أنت عارفة إحنا عايشين مع بعض ليه لحد دلوقتي؟ عشان فاهمين بعض كويس قوي. وعارفين إن الجواز اللي بينا بيزنس. حبيبة قلبي، أنا هطلع آخد شاور. وعايزك تحصليني عشان أنت وحشاني قوي. مسير يا ربيك يا مراد.